ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي لديكارت هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين أهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة الواحد والستين القضايا الحملية categorical propositions. المنطق الارسطي Aristotelian قوام المنطق هو الحجج وقوام الحجج هو القضايا في الحلقات السابقه ناقشنا بقدر من التفصيل اساليب اللغه المستخدمه عند صياغه القضايا لكن اللغه احد ادوات صناعه الحجج الأداة الأخرى هي التركيب أو العلاقة بين قضايا الحجة. الحجج الاستنتاجية (deductive arguments) هي الجدليات التي تدعي أن قضايا المقدمة تبرهن بما لا يدع مجال للشك على النتيجة. أي أن البرهان مطلق حول حقيقة نتيجة الحجة. إن صح ادعاء المقدمة أي إن كانت قضايا المقدمة حقيقية. إذن لا بد من حقيقة النتيجة. وفي تلك الحالة يطلق على الحجة الاستنتاجية صالحة valid. الحجة الاستنتاجية قد تكون في حالة واحدة ممكنة فقط من حالتين إما صالحة أو غير صالحة وبالتالي الحجة الاستنتاجية الصالحة لا بد أن تبرهن مقدمتها على نتيجتها ارجع لحلقة أسس علم المنطق الاستنتاج Reduction يسعى لتفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجج الاستنتاجية من خلال وضع طرق وآليات لتقييم صلاحية الحجة. الفلاسفة وعلماء المنطق وضعوا نظريتين أساسيتين للاستنتاج داخل علم المنطق. الأولى هي منظومة المنطق الكلاسيكي Classical Logic أو قد يطلق عليها البعض المنطق الأرسطي أرستوتاليان Logic نسبة لمؤسس المنظومة الفيلسوف الإغريقي أرسطو أرسطاطو والثانية هي منظومة المنطق الحديث Modern Logic أو المنطق الرمزي Symbolic Logic التي تطورت خلال القرن التاسع عشر والعشرين. في الحقيقة أرسطو أرسطاطل كان أحد القمم العقلية الشاهقة في العالم القديم. بعد دراسته في أكاديمية أفلاطون بليتو أصبح معلم الإسكندر الأكبر. بعدها قام بتأسيس مدرسته الخاصة الليسيون التي من خلالها شارك ارسطو تقريبا في كافه المجالات العقليه والبحثيه المعرفيه وقتها. وساهم تقريبا في كافه مناحي المعرفه البشريه. ومساهمته الكبرى حول العقلانيه البشريه وجدت بعد موته وعرفت بالاورجانون اي الاله، آله المعرفه الانسانيه. لكن مصطلح المنطق لوجيك لم يجد طريقه الى اللغات البشريه حتى القرن الثاني قبل الميلاد. لكن معناه والقضية التي ناقشناها عرفت قبل اسمه بقرون عديدة على ايد ارسطو في الاورجانون. والمنطق الارسطي كان وما زال القاعدة المتينة لعملية التفكير والتحليل العقلاني منذ الاف السنين. خلال تلك السنين تم اعادة صياغة الكثير من مبادئه وتعريف العديد من قواعده وتحسين وتطوير ادواته، لكن فقط هذه المنظومة الكلاسيكية للعقلانية قوة هائلة ناعمة لمن امتلكها الأرجنان شمل ست كتب رئيسية واحد كتاب المقولات The Categories وهو الكتاب اللي الذي عالج فيه أرسطو التصورات الأساسية اتنين كتاب التأويل On Interpretation واهتم فيه أرسطو بتحليل القضايا والأحكام ثلاثة كتاب التحليلات الأولى The First Analytics وهو الموضوع الأول في الأورجنان الذي عرض فيه أرسطو نظرية القياس. أربعة كتاب التحليلات الثانية ذا سكند أناليتكس المكون من جزئين وعالج فيه أرسطو بقدر كبير من التفصيل نظرية البرهان. خمسة كتاب الجدل أو الطبيقة توبكس المتكون من ثمان أجزاء رئيسية لخص فيها أرسطو كل ما يتعلق بالجدل، البرهان الاحتمالي، ونظرية الاحتمال. ستة، وأخيرا كتاب دحض المغالطات أو السوفستائيات on sophistical refutations وعالج فيه بتفصيل كبير تصنيفه للمغالطات المنطقية وطرق دحضها، والذي تعرضنا له بقدر من التفصيل في الحلقتين السابقتين. وفي الواقع أرسطو في تصنيفه للعلوم وضع المنطق خارج هذا التصنيف، الأمر الذي كان وما زال موضع حيرة وبحث الدارسين. قد يكون هذا لأن أرسطو أراد تمييز المنطق عن بقية العلوم من حيث اتصالها المباشر بالواقع، في حين أن المنطق يتمثل في تحقيق غاية منهجية كلية لا تتصل بشكل مباشر بالواقع الخارجي كما هو الحال في غاية العلوم الطبيعية. وقد يكون لأن قضايا العلم عند أرسطو كما كانت وما زالت عند العلماء غير قابلة للبرهان القطعي دائما، في حين أن المنطق ليس كذلك. ايًا كان السبب وراء عدم تصنيف ارسطو للمنطق داخل تصنيفه للعلوم الطبيعيه الامر المتخصص والخارج عن اطار بحثنا الحالي ارسطو فطن لان المنطق ضروري لكافه العلوم الطبيعيه او هو نسق القواعد التي من خلالها يمكن الاستنباط وبالتالي تمكن العلم كاله استنباطيه للواقع الخارجي من هنا المنطق عند ارسطو ليس علما كسائر العلوم وانما هو علم كل العلوم وبالتالي لا يمكن تصنيفه او ادراجه داخل تصنيف العلوم لانها قائمه عليه وضعيه محدوده بالزمان والمكان. اما المنطق كلي غير محدود لا بالزمان ولا بالمكان. الفئات والقضايا الحمليه. المنطق الكلاسيكي يتعامل في الاساس مع الحجج حول فئات من الأشياء وعلاقتها ببعضها البعض. الفئة class هي مجموعة من الكائنات أو الأشياء التي تشترك في خواص معينة. إرجع لحلقة بالمعنى والمنطق. أي كائن يمتلك كفاءة منطقية عقلية يستطيع أن يصنف العلاقات بين الفئات بديهيًا في ثلاث صور. واحد، كل أعضاء فئة ما جزء من فئة أخرى. مثلاً: كل الرجال بشر. أي إن كل أعضاء فئة الرجال بالكامل جزء من فئة أخرى وهي فئة البشر. إثنين: بعض لكن ليس كل أعضاء فئة معينة قد تكون جزء من فئة أخرى. مثلاً: بعض المهندسين من الرجال. أي إن بعض أعضاء فئة المهندسين قد يكونوا جزء من فئة أخرى وهي فئة الرجال. لأن هناك مهندسين من النساء مثلاً. ثلاثة. فئتين لا توجد بينهما أي أعضاء مشتركة على الإطلاق مثلا فئة كل النساء تستبعد excluded من فئة الرجال أي أن لا يمكن أن يوجد عضو من فئة النساء ينتمي أيضا لفئة الرجال العقل المنطقي قادر على تطبيق تلك العلاقات على أي مجموعة من الفئات أو التصنيفات في الحجج الاستنتاجية نقدم قضايا حول العلاقات بين فئة وأخرى علماء المنطق يطلقوا على هذا النوع من القضايا القضايا الحملية categorical propositions والبعض قد يطلق عليها المطلقة لأن برهان حقيقتها مطلق لا مجال للشك فيه وأحيانا البعض الآخر يطلق عليها التصنيفية لأن الحقيقة فيها قائمة على العلاقات بين التصنيفات أو الفئات وأخيرا بعض المناطق يطلقوا عليها القضية ذات صورة الموضوع المحمول subject predicate proposition كما سنرى بعد قليل لكن جرت العادة في الكتابات العربية على الإشارة لهذا النوع بالقضايا الحملية نسبة إلى معامل الحمل أو الإسناد في علم المنطق الكلاسيكي أو الأرسطي القضايا الحملية أحد العناصر الأساسية لبناء الحجج الاستنتاجية تأمل هذه الحجة واحد لا يوجد شخص من أصل عربي بوذي 2) كل المصريين من أصل عربي. 3) إذا لا يوجد مصريين بوذيين. هذه الحجة تحتوي على ثلاث قضايا حملية. من الممكن أن نشكك أو ننفي حقيقة أي منهم. لكن العلاقات بين الفئات كما تم التعبير عنها في تلك القضايا تؤدي إلى حجة صالحة والد أي إن صحت حقيقة المقدمات لابد من حقيقة النتيجة بما لا يدع مجال للشك كل قضيه من قضايا الحجه منفرده هي قضيه حمليه اي ان كل قضيه اما تؤكد او تنفي علاقه ما بين فئه س وفئه اخرى ص سواء بشكل كلي او جزئي في هذا المثال العلاقات كانت بين فئات العرب البوذيين والمصريين وبالتالي كي نستطيع الوصول الى منظومه للمنطق الاستنتاجي لا بد من تحديد انواع القضايا الحمليه او التصنيفيه انواع القضايا الحمليه the kinds of categorical propositions هناك اربع انواع لصور نموذجيه من القضايا الحمليه standard form categorical proposition النوع الاول القضايا الكليه الموجبه او التاكيديه العامه universal affirmative propositions وفيها نؤكد حقيقه ان كل اعضاء فئه او تصنيف ما محتواه او جزء من فئه او تصنيف اخر مثلا كل السياسيين كاذبين او كل رجال الدين فضلاء او كل الاطباء رحماء الى اخره اي ان كل عضو في فئه او تصنيف السياسيين هو أيضا عضو في فئة أو تصنيف الكاذبين. أي إن كل سياسي كاذب. وبالتالي الإيجاب أو التأكيد في تلك القضية شامل لكل أعضاء الفئة. أي إنه تأكيد كلي عام. من الممكن صياغة هذا النوع رمزيا كالآتي: كل سين هو صاد. حيث سين وصاد يمثلا اصطلاحي الموضوع subject والمحمول أو الإسناد. Predicate. التأكيد المطروح في هذا النوع يصنع علاقة تضمين أو شمول، inclusion، ما بين فئتين، ويقال إن هذه العلاقة كاملة، عامة أو كلية، أي إن كل ما في سين متضمن في علماء المنطق يطلقون على هذا النوع من القضايا قضايا A، ونرمز لها في اللغة العربية بقضايا كاف ميم. القضايا الحملية عادة ما يتم تمثيلها من خلال المخططات كي يسهل دراستها وفهمها أهم تلك الصور هي استخدام دوائر متقاطعة لتمثيل الفئات وعلاقتها ببعضها البعض يطلق عليها مخططات فين فان نسبة إلى مخترعها عالم الرياضيات والمنطق الإنجليزي جون فان هذه المخططات تساعد جدا في فهم القضايا الحملية والتحقق من صحتها من صلاحيتها وهي شائعة جدا في الرياضيات وعلوم الحوسبة على أي حال سنرسم دائرتين متقاطعتين الأولى هي دائرة الموضوع subject ونرمز لها بسين والدائرة الأخرى هي دائرة المحمول أو الإسناد predicate ونرمز لها بصاد في مخطط A أو كاف ميم أو القضايا الكلية الموجبة نريد إثبات أن كل سين هو صاد وبالتالي نظهر الجزء من دائرة س الخارج على دائرة ص مخطط او مظلل، اي ان لا توجد به اي عناصر، اي ان لا توجد اي عناصر في الدائرة س ليست جزء من الدائرة ص. انظر الشكل المرافق. النوع الثاني القضايا الكلية السالبة او النفي العام، universal negative propositions، وفيها ننفي حقيقة أن كل أعضاء فئة ما محتواه في فئة أخرى. مثلاً: لا يوجد سياسي كاذب. أو لا يوجد رجل دين فاضل. أو لا يوجد طبيب رحيم. إلى آخره. ادعاء إن لا يوجد رجل دين فاضل يصنع علاقة نفي بين فئة رجال الدين وفئة الفضلاء. هذه العلاقة علاقة نفي. وهي أيضاً علاقة كاملة عامة. وكليه، أي تنطبق على كل أعضاء فئة رجال الدين، أي إن أعضاء فئة الموضوع سين يستبعدوا بالكامل من فئة المحمول أو الإسناد صاد، من الممكن التعبير عن هذا النوع رمزيا كالآتي: لا يوجد سين صاد، لا يوجد سين هو صاد، حيث سين وصاد هما اصطلاحي الموضوع والإسناد أو المحمول، هذه القضية تنفي تماما علاقة التضمين أو الانتماء ما بين الإصطلاحين أي لا يوجد أي عضو في سين ينتمي لصاد علماء المنطق يرمزوا لهذا النوع بقضايا E ونرمز لها في اللغة العربية بكاف سين مخطط فن لقضايا E يمثل الاستبعاد المتبادل Mutual Exclusion Mutual Exclusion بين فئتين كالآتي برسم دائرتين س وص متقاطعتين والجزء المتقاطع بينهم مخطط او مظلل كي يعبر عن انه لا يوجد اي عناصر مشتركه بين الفئتين انظر الشكل المرافق النوع الثالث القضايا الجزئيه الموجبه او التاكيد الجزئي particular affirmative propositions فيها نؤكد حقيقه ان بعض اعضاء فئه ما محتواه في فئه اخرى مثلا بعض السياسيين كاذبين او بعض رجال الدين فاضلين او بعض الاطباء رحماء الى اخره اي ان في الدعاء بعض الاطباء رحماء نؤكد ان هناك بعض الاطباء رحماء والبعض الاخر غير رحيم هذا التاكيد شبيه بقضايا الكليه الموجبه لكنه غير مطلق او غير عام او غير كلي اي لا ينطبق على كل اعضاء الفئه او فئه اي لا ينطبق على كل اعضاء فئه الموضوع فقط على جزء محدد منها من الممكن قراءه هذه الجمله على ان فئتي الاطباء والفضلاء لديهم بعض الاعضاء المشتركين لكن بعض مصطلح غير محدد او معين هل نعني ب 1 2 ثلاثة أو أكثر من هذا ما هو العدد المحدد المرموز له بمصطلح البعض؟ علماء المنطق بعدوا عن هذا الالتباس والغموض اللغوي وحددوا البعض على إنه على الأقل عنصر واحد من الممكن صياغة قضايا الجزئية الموجبة رمزيا كالآتي: بعض س هو ص الذي يعني أن على الأقل هناك عضو واحد في فئة الموضوع س ينتمي أيضا إلى فئة المحمول أو الإسناد ص وبالتالي هذا النوع يؤكد العلاقة الضمنية بين فئتين لكن العلاقة فقط جزئية أي أن هناك أعضاء محددة مشتركة بين الفئتين علماء المنطق يرمزوا لهذا النوع بقضايا آي. أو في اللغة العربية نرمز لها بقضايا جيم ميم ويمثل مخطط فين دائرتين س وص متقاطعتين وتوضع علامة أو نقطة واحدة في الجزء المتقاطع كي تعبر عن تأكيد أن هناك على الأقل عنصر واحد مشترك بين الفئتين انظر الشكل المرافق النوع الرابع القضايا الجزئية السالبة أو النفي الجزئي Particular Negative Propositions وفيها نؤكد حقيقة أن بعض أعضاء فئة ما ليسوا جزء من فئة أخرى. مثلا بعض السياسيين ليسوا كاذبين أو بعض رجال الدين ليسوا فضلاء أو بعض الأطباء ليسوا رحماء إلى آخره. كما في النوع الثالث هذا النوع لا يدعي حقيقة حول كل أعضاء الفئة لكن فقط بعضها أو بالأصح ينفي حقيقة ما عن بعض أعضاء الفئة بشكل جزئي ولهذا يطلق على هذا النوع جزئي أو محدد لكن بدل من التأكيد بينفي من الممكن التعبير عن هذا النوع رمزيا كالآتي بعض سين ليس صاد وبنفس الصورة التي عبرنا بها عن مصطلح بعض يعني هنا على الأقل عضو واحد في فئة الموضوع سين يستبعد من فئة المحمول أو الإسناد صاد هذا الاستبعاد جزئي وليس كلي علماء المنطق يرمزوا لهذا النوع بقضايا أو أو في اللغة العربية نرمز لها بقضايا جيم سين ومن الممكن التعبير عنها بمخطط فين فيه دائرتين متقاطعتين سين وصاد وعلامة أو نقطة داخل الجزء في دائرة سين الغير متقاطع مع صاد للإشارة لحقيقة أن هناك على الأقل عنصر واحد في سين لا يقع داخل صاد انظر الشكل المرافق هذه الصور الأربعة من قضايا التصنيفات A, E, I, O هي وحدات البناء الأساسية للحجج الاستنتاجية وأعتقد أن الكثير من المستمعين قد يشعروا أن هذه التصنيفات الأربعة بسيطة جدا ومباشرة وهذا انطباع صحيح لكن اكتشاف هذه الانواع الاربعه وتحديدها بشكل منهجي من الاف السنين كان خطوه اساسيه هامه في عمليه تطور علم المنطق بصوره منهجيه. وكانت احد مساهمات ارسطو الباقيه حتى اللحظه في المعرفه الانسانيه. لكن هذه البساطه الظاهره قد تكون خادعه. فوق تلك المنظومه البسيطه من الفئات وتصنيف العلاقات بين الفئات بنى علماء المنطق عبر العصور انظمه غاية في التعقيد لصياغة وتحليل الحجة الاستنتاجية كما سنرى بعد قليل الأمر الذي جعل المنظومة أحد أهم إنجازات العقل البشري على الإطلاق مخططات فان فان diagrams عالم المنطق الفيلسوف والرياضي الإنجليزي جورج بولي عرف بعمله الأهم وهو تطوير منظومة جبر بول بوليان الجبرة التي ابتكرها وقدمها في كتابه الأول تحليل الرياضيات المنطقية The Mathematical Analysis of Logic عام 1847 وشرحها أكثر ووضع أسسها في كتابه استقراء قوانين التفكير An Investigation of the Laws of Thought عام 1854 الجبر البوليني هو أحد أهم فروع الجبر من حيث اهميته في عالم الحوسبه ومنظومه المعلومات الحديثه. لكنه ايضا احد اهم طرق الوصول للحقيقه حيث يعمل من خلال متغيرين اثنين هما الصواب او الخطا ويرمز لهما بالعددين واحد وصفر بعكس الجبر الابتدائي الذي قد يكون المتغير فيه اي عدد كان. الفيلسوف وعالم المنطق الامريكي تشارلز ساندرز بيرس كان مفتون بفكرة بولي ومنظومته الجبرية ورأى أن من الممكن استخدامها في تطبيقات الدوائر الكهربائية وبالفعل بعد خمسين سنة المهندس والرياضي الأمريكي كلاود شانون وضع النظرية محل التطبيق وصمم منظومة بولينية من الممكن استخدامها في مفاتيح توجيه التليفونات هذا الابتكار أدى لاحقا إلى تطوير أجهزة الكمبيوتر الرقمية الإلكترونية كما نعرفها الآن قصة بولي وأفكاره الثورية في العلاقة بين الرياضيات والمنطق مثيرة للغاية وسنعود لتفاصيلها مرة أخرى في سلسلة فلسفة الرياضيات philosophy of mathematics على أي حال من وجهة نظر بولي الأربع أنواع من القضايا الحملية يمكن قراءتها كالآتي واحد كل سين هو صاد تساوي لا يوجد أي عنصر في سين خارج عن صاد اثنين لا يوجد سين هو صاد تساوي لا يوجد عنصر من س داخل ص. 3. بعض س هو ص تساوي على الأقل يوجد عنصر واحد من منظومة س داخل ص. أربعة: بعض س ليس ص تساوي على الأقل يوجد عنصر واحد من س لا ينتمي لص. دمج هذا التفسير مع منظومة مخططات فين التي طورها عالم المنطق الإنجليزي جون فين في القرن التاسع عشر والتي أصبحت معروفة بمخططات فين فين دايجرامز حيث تمثل كل فئة بدائرة إذا القضايا الحملية في مخطوطات فين يتم تمثيلها بدائرتين لأن دائما هناك فئتين والعلاقة بين هذين الدائرتين تمثل نوع القضية الحملية محل التحليل كل دائرة يتم وضع رمز داخلها لاسم الفئة التي تشير إليها. مثلاً فئة سين تمثل كل المصريين، وفئة ص تمثل كل العمال. لو رسمنا مخطط فان فيه دائرة سين تقاطع مع دائرة صاد في منطقة نرمز لها بإكس مثلاً، وكل شيء خارج الدائرتين نرمز له بأو، انظر الشكل المرافق، في تلك الحالة الدائرة سين ما عدا المنطقة إكس تمثل كل المصريين باستثناء العمال والدائرة ص ما عدا المنطقة X تمثل كل العمال باستثناء المصريين وتقاطع الدائرة س وص أي المنطقة X تمثل كل العمال المصريين وأخيرا المنطقة المحيطة بالدائرتين او تمثل أي شيء يقع في تلك المنطقة لا ينتمي لفئة العمال ولا لفئة المصريين هذه المنظومة البسيطة من مخططات فين من الممكن تطويرها قليلا كي تستخدم بكفاءة في تمثيل منطق القضايا الحملية بإضافة رمزين آخرين يوضع علامة X داخل منطقة ما هذا يمثل دائما فكرة الوجود أي إن يوجد على الأقل عنصر واحد في تلك المنطقة هذا الرمز إذن يستخدم لتمثيل القضايا الحملية الجزئية O و I. وعند تظليل منطقة ما يشير هذا دائما إلى الفراغ أي أن لا يوجد أي عنصر في تلك المنطقة وبالتالي يساعد هذا في تمثيل القضايا الحملية الكلية A و E تشريح القضايا الحملية Dissecting Categorical Propositions القضايا الحملية في أي من صورها الأربعة النموذجية لها مكونات أربعة أساسية واحد الموضوع Subject وهو ما نحكم عليه بالإيجاب أو السلب في القضية اثنين المحمول أو الإسناد predicate وهو ما نحكم به إيجابا أو سلبا على الموضوع ثلاثة المعامل quantifier إن كان الحكم كلي عام على كل أعضاء الفئة أو جزئي محدد على بعض أعضاء فئة الموضوع يتم تحديده من خلال هذا المعامل أربعة وأخيرا الرابط كوبلا وهو المعامل اللغوي المستخدم لربط الحمل والاسناد بالموضوع مثلا في القضيه الحمليه الشهيره كل انسان فان كل هي المعامل وفي هذه الحاله المعامل يشير الى قضيه كليه موجبه اما الموضوع هو انسان والمحمول او المسند هو فان واخيرا الرابط غائب في تلك الجمله لانه غير مطلوب لغويا علماء المنطق اعتادوا على تقسيم القضايا الحمليه الى قسمين الأول تقسيم من حيث الكيف (Quality)، والثاني تقسيم من حيث الكم (Quantity). كل صورة من القضايا الحملية في قالبها القياسي إما تؤكد أو تنفي علاقة فئوية ما. لو أكد الإدعاء علاقة تضمينية ما بين فئتين سواء بصورة كلية أو جزئية، في تلك الحالة يقال أن الخاصية الكيفية للقضية (Quality) هي التأكيد أو الإيجاب. Affirmative. إذن القضايا من نوع A كاف ميم كل سين هو صاد والقضايا من نوع I جيم ميم بعض سين هو صاد الخاصية الكيفية لكليهما هي التأكيد أو الإيجاب أو أن نفي الإدعاء علاقة تضمينية ما بين فئتين سواء بصورة كلية أو جزئية في تلك الحالة يقال أن الخاصية الكيفية للقضية هي النفي او السلب نيجاتيف اذا القضايا من نوع e, scene, اي كاف سين لا يوجد اي سين هو صاد والقضايا من نوع او جيم سين بعض سين ليس صاد الخاصيه الكيفيه لكليهما هي النفي او السلب كل قضيه حمليه كما هو بديهي بالنسبه لك تمتلك خاصيه كيفيه واحده اما ايجاب او سلب وبنفس الصوره كل قضية حملية في صورتها القياسية لها خاصية كمية quantity واحدة فقط إن كانت القضية تشير إلى كافة عناصر فئة الموضوع في تلك الحالة يقال أن الخاصية الكمية للقضية عامة أو كلية universal وبالتالي القضايا التصنيفية من نوع A كاف ميم والقضايا من نوع E كاف سين تمتلك خاصية كمية عامة أو كلية لكن لو كانت القضايا تشير إلى بعض عناصر فئة الموضوع في تلك الحالة الخاصية الكمية للقضية تكون جزئية particular. وبالتالي القضايا من نوع I جيم ميم والقضايا من نوع O جيم س يمتلك خاصية كمية جزئية الخاصية الكمية في الشكل القياسي للقضايا الحملية يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال الكلمات المفتاحيه كل ليس الى اخره التي تشير للقضايا العامه او الكليه وبعض تشير الى القضايا المحدده اذا كل قضيه حمليه لها خاصيه كيفيه واحده اما ايجاب او سلب وخاصيه كميه واحده اما كليه او جزئيه وبالتالي ظهرت الانواع الاربعه التي وضعها ارسطو تصنيفه للقضايا الحمليه بين فئة الموضوع وفئة الإسناد أو المحمول في كل قضية حملية في شكلها القياسي، يوجد رابط لغوي. مثلاً: كل سين هو صاد. في تلك الحالة، الرابط هو. يطلق على هذا المعامل الرابط كوبلا. معامل الربط قد يظهر في صور وأشكال عديدة حسب سياق الجملة. مثلاً: بعض الملوك كانوا سفاحين. كانوا في تلك الحالة هي معامل الربط. هناك خاصيه هامه جدا في القضايا الحمليه وهي خاصيه التوزيع distribution القضيه توزع فئه ما اذا اشارت الى كافه عناصر تلك الفئه على سبيل المثال كل السياسيين بشر معامل الكم كل في تلك الحاله يشير الى كل عناصر فئه الموضوع السياسيين لكنه لا يشير الى عناصر فئه البشر أي أن القضية تؤكد أن كل السياسيين من البشر لكن لا تقر أي شيء حول الاتجاه المعاكس للقضية وهو أن كل عناصر فئة البشر من السياسيين أي أن القضية وزعت فئة السياسيين على فئة البشر وليس العكس في قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم فئة الموضوع يتم توزيعها لكن فئة الإسناد أو المحمول لا يتم توزيعها وفي قضايا الكلية السلبية اي كاف سين مثلا لا يوجد كاتب جاهل فئة الموضوع الكاتب تم توزيعها لأن فئة الكاتب بالكامل تم استبعادها من فئة الجهل لكن أيضا فئة الجهلاء تم استبعاد كافة عناصرها بالكامل من فئة الكتاب أي إن لا يوجد جاهل هو أيضا كاتب والعكس بالعكس إذا على النقيض من القضايا الكلية الموجبة، قضايا الكلية السالبة توزع كلاً من فئة الموضوع والمحمول في كلا الاتجاهين. وفي قضايا الجزئية الموجبة I أو ج م مثلاً بعض الجنود خونة، التأكيد لم يتم صنعه حول كل الجنود، وأيضاً لم نصنع أي تأكيد حول كل الخونة. أي إن القضية لا تدعي شيء حول كل جندي أو كل خائن، أي أن الفئتين لم يتم تأكيدهم أو استبعادهم بشكل عام أو كلي من بعضهما البعض، وبالتالي يقال أن في القضايا الجزئية الموجبة كلًا من فئة الموضوع وفئة المحمول غير قابلة للتوزيع undistributed. أخيرًا قضايا الجزئية السالبة أو ج س مثلاً بعض الكلاب ليست اليفه فيها القضيه لا تدعي شيء حول كل الكلاب فقط بعض الكلاب او بعض عناصر فئه الموضوع اي تدعي ان هذا الجزء المحدد من فئه الكلاب يستبعد من فئه كل الكائنات الاليفه لكن القضيه تدعي ان كافه عناصر فئه المحمول تستبعد بالكامل من الجزء المحدد من فئه الموضوع اي ان لا توجد كائنات اليفه في هذا الجزء من فئة الكتاب وبالتالي قضايا الجزئية السلبية فيها فئة الموضوع غير قابلة للتوزيع لكن فئة المحمول موزعة إذن كل من قضايا الكلية الموجبة والسلبية توزع فئة الموضوع لكن قضايا الإيجاب والسلب الجزئي لا توزع فئة الموضوع أي بصورة أخرى المعامل الكمي quantity في القضية يحدد إن كانت فئة الموضوع سيتم توزيعها أم لا وبنفس الصورة قضايا الكلية الموجبة والجزئية لا توزع فئة المحمول في حين إن كلا من قضايا السلب الكلي والجزئي يوزع فئة المحمول إذا معامل الكيف quality يحدد إن كانت فئة الموضوع قبل للتوزيع أم لا بتبسيط غير مخل قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم توزع فقط فئة المحمول. قضايا الكلية السالبة E كاف سين توزع كلًا من فئة الموضوع والمحمول. وقضايا الجزئية الموجبة I جيم ميم, لا توزع أي من الفئتين. وأخيرًا قضايا الجزئية السالبة O جيم سين توزع فقط فئة المحمول. انظر الشكل المرافق. فهم هذه الخواص وتأثيرها على صور القضايا الحملية القياسية سيصبح جوهري عند تقييم وتحليل حجج القياس المنطقي مربع أرسطو The traditional square of opposition الاستدلال هو الموضوع الرئيسي في الدراسات المنطقية في المنطق الكلاسيكي الذي بدأ على إيد أرسطو ولذا يطلق عليه المنطق الأرسطي اهتم في أرسطو بصورتين أساسيتين من الاستدلال المباشر والاستدلال غير مباشر القضايا الحملية في صورتها النموذجية رأينا أن لها شقين أو فئتين للقضية فئة الموضوع وفئة المحمل الفئتين قد يختلف من قضية لأخرى في الكيف أو الكم أو كليهما مثلا هناك قضايا كلية موجبة وأخرى كلية سالبة وهناك قضايا جزئية موجبة وأخرى جزئية سالبة الاصطلاح التقني الذي يطلق على هذا الاختلاف بين القضايا يطلق عليه التقابل opposition عملية التشريح التي قمنا بها منذ قليل لمكونات ومعاملات القضايا التصنيفية ستصبح هامة جدا الآن عند محاولة فهم صور هذا التقابل بين القضايا وتحويل عملية البحث عن الحقيقة إلى معادلة رياضية يقينية في عملية الاستدلال المباشر نبحث عن كيفيه استنتاج صدق او كذب قضيه من خلال معرفتنا بحقيقه قضيه اخرى متفقه او مختلفه معها كما كيفا او كليهما هذه العلاقه بين القضيتين يتم صياغتها وفق مجموعه من القوانين هناك عده صور من التقابل في القضايا الحمليه ترتبط بشكل وسيط مع حقيقه القضيه محل الدراسه النوع الاول التقابل بالتضاد contraries قضيتين يقال أنهما متضادتين إن كان من غير الممكن أن تكون كليهما صحيح أي إن حقيقة إحداهما تستتبع خطأ الأخرى مثلا فريق الأهلي سيكسب المباراة القادمة مع الزمالك قضية في حال التضاد مع القضية الأخرى فريق الزمالك سيكسب المباراة القادمة مع الأهلي طبعا إن كانت القضيتين يشير إلى نفس المباراة لو كانت إحداهما صحيحة لابد أن تكون الثانية خاطئة لكن قضيتين لا يوجد بينهما تناقض contradiction لأن المباراة قد تنتهي بالتعادل وفي تلك الحالة كلا القضيتين يصبحا خاطئتين في التضاد contrary كلا القضيتين لا يمكن أن يكونا صحيحتين في نفس الوقت لكن على العكس من التناقض Contradiction, القضيتين قد يكون خاطئتين في نفس الوقت في قواعد تحليل المنطق الأروستي أو الكلاسيكي عادة ما تم النظر إلى القضايا العامة أو الكلية على إنها في حالة تضاد الكلية الموجبة A كاف ميم والكلية السلبية E كاف سين المشتركتين في فئة الموضوع وفئة المحمول لهما نفس معامل الكم الكلي لكن يختلف في معامل الكيف أحدهما إيجاب والآخر سلب. مثلاً: كل المغنيين عاطفيين في مقابل لا يوجد مغني عاطفي. لا يمكن أن يكونا صحيحتين في نفس الوقت، لكن كليهما من الممكن أن يكونا خاطئتين. وفي تلك الحالة يعتبرا متضادتين. لكن هذا التحليل الأرسطي تشوب بعض الإشكاليات سنناقشها بعد قليل. أحد الإشكاليات التي واجهها هذا التحليل عندما تكون حقيقة إحدى القضيتين حقيقة ضرورية، أو حقيقة منطقية أو رياضية، مثلًا: كل المربعات مستطيلات، في مقابل: لا توجد مربعات من الدوائر. في تلك الحالة، إدعاء أن قضية الكلية الموجبة (A) كاف ميم، وقضية الكلية السلبية (E) كاف سين، متضادتين، لا يمكن أن يكونا صحيحتين. لإن حقيقة ضرورية لا يوجد أي احتمال أن تكون خاطئة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي قضية مضادة لها. لو الفكرة غريبة عليك، فكر في المربعات التي ليست دوائر. جملة حقيقتها ضرورية، لا يمكن أن تكون خاطئة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي قضية أخرى مضادة لها. القضايا التي حقيقتها أو خطأها ليس ضروريًا، يطلق عليها المشروطات contingent ولهذا في التحليل الأرسطي يتم اعتبار أن القضايا المتضادة قضايا مشروطة أي أن حقيقتها ليست ضرورية النوع الثاني التقابل بالتناقض contradictories قضيتين يعدّا متقابلتين بالتناقض إن كانت إحداهما تنفي الأخرى أي إن كان من المستحيل أن يكون كلاهما صحيحتين أو خاطئتين في نفس الوقت قضيتين حول نفس فئة الموضوع والمحمول ولكن يختلف في كل من الكيف والكم هو صورة من صور التقابل بالتناقض أي إن القضايا الكلية الموجبة A ك ميم مثلا كل القضاة درسوا القانون والقضايا الجزئية السلبية أو جيم سين بعض القضاة لم يدرسوا القانون يعد قضيتان متقابلتين بالتناقض اي ان لا يمكن ان يكونا صحيحتين في نفس الوقت هذا لان هناك اختلاف في معامل الكيف بينهما احدهما ايجاب والآخر سلب. وهناك ايضا اختلاف في معامل الكم احدهما كلية عامة والاخرى جزئية محددة إذن لابد ان احداهما صحيحة والاخرى خاطئة وبنفس الصورة قضايا الكلية الموجبة إي e, كاف سين وقضايا الجزئية الموجبة آي ج م يعد تقابل بالتناقض لا يوجد سين هو ص في مقابل بعض س هو ص وبنفس الصورة قضايا الكلية السلبية E كاف س وقضايا الجزئية الموجبة I ج م يعد تقابل بالتناقض لا يوجد سين هو ص في مقابل بعض س هو ص. النوع الثالث التقابل بالدخول تحت التضاد. ساب كونتراريز قضيتان يقال انهما حاله تقابل بالدخول تحت التضاد لو كان من غير الممكن ان يكونا خاطئتين لكن من الجائز ان يكونا صحيحتين في نفس الوقت. التحليل الارسطي الكلاسيكي القضايا الجزئيه الموجبه والسالبه في حاله تقابل بالدخول تحت التضاد. لهما نفس الموضوع والمحمول ونفس الكميه لكن يختلف في معامل الكيف احدهما موجب يؤكد والاخر سالب ينفي مثلا قضيه جزئيه موجبه I جيم م قد تكون بعض الماس من الاحجار الكريمه وقضيه جزئيه سالبه او جيم س قد تكون بعض الماس ليس من الاحجار الكريمه كلا الجملتين من الممكن ان يكونا صحيحتين لكن من غير الممكن ان يكونا خاطئتين في نفس الوقت ولهذا يطلق عليهم تقابل بالدخول تحت الصدام وبنفس الصوره في حاله التقابل بالتناقض هناك بعض الصعوبات المنطقيه التي تظهر في هذا التحليل لو كانت القضايا من نوع اي او او خاطئه بالضروره مثلا بعض المربعات دوائر او بعض المربعات ليست مستطيلات لا يمكن ان يكون هناك تقابل بالدخول تحت التضاد مع تلك القضايا لان قضيتين في حاله تقابل بالدخول تحت التضاد من الممكن ان يكونا صحيحتين لكن لو كلا القضيتين خاطئتين بالضروره اذن من المستحيل ان يكون كليهما صحيحتين في نفس الوقت اذن بنفس الصوره السابقه التقابل بالدخول تحت التضاد من الممكن ان يحدث فقط طبقا للتحليل الارسطي الكلاسيكي بين القضايا المشروطة وليست الضرورية. النوع الرابع التقابل بالتداخل sub alternation عندما يكون هناك قضيتين أو لنفس فئة الموضوع وفئة المحمول يتفقا في معامل الكيف أي كلاهما موجب أو سالب لكن يختلف في الكمية أحدهما كلية والأخرى جزئية في تلك الحالة يطلق عليهم القضايا المتداخلة corresponding propositions. هذا أيضا يصنف كنوع من أنواع التقابل opposition بالرغم من أنه لا يوجد تعارض بالمعنى الحرفي لكنه تصنيفي في الحالة لهذا قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم كل الحشرات تطير تقابلها بالتداخل قضية جزئية موجبة I جيم ميم بعض الحشرات تطير وبنفس الصورة قضايا الكلية السالبة E كاف سين لا يوجد حيتان من الأسماك تقابلها بالتداخل جملة جزئية سالبة أو جيم سين بعض الحيتان ليست من الأسماك هذا التقابل بالتداخل بين القضايا الكلية ومقابلتها من القضايا الجزئية يعرف بالتقابل بالتداخل sub في هذا النوع من التقابل القضية الكلية يطلق عليها البدل سوبر والقضية المحددة أو الجزئية يطلق عليها تابع البدل sub ultran. حقيقة البدل تدل على حقيقة تابع البدل. مثلاً من قضية كلية موجبة: كل الطيور لديها ريش، بدل يدل على حقيقة تابع البدل القضية الجزئية الموجبة: بعض الطيور لديها ريش. وقضية كلية سالبة: لا توجد حيتان من الأسماك. بدل يدل على حقيقة تابع البدل: قضية جزئية سالبة بعض الحيتان ليست من الاسماك. لكن العكس غير صحيح. اي ان حقيقه تابع البدل او القضايا الجزئيه لا تدل على حقيقه البدل نفسه اي القضايا الكليه. مثلا بعض الحيوانات كلاب لا يتبع منها ان كل الحيوانات كلاب. وفي حاله النفي بعض الحيوانات ليست كلاب. لا تدل على حقيقه لا يوجد حيوانات من الكلاب. اذا هناك أربع طرق مختلفة من الممكن أن يحدث بها التقابل بين القضايا الحملية؛ التناقض، (contradictories)، التضاد، (contraries)، الدخول تحت التضاد، ساب كونتراريز، والتداخل، ساب ألترنيشن. علماء المنطق وضعوا هذه العلاقات في مخطط يطلق عليه مربع التقابل، (the سكوير وعُرف تاريخيا بمربع أرسطو. العلاقات بين القضايا في هذا المخطط لمئات السنين اعتقد المنطقيين أنها كافية تشكيل الأساس المنطقي تأكد من صلاحية الحج المنطقية لأن هناك استدلالات فورية من الممكن أن نصل إليها بمجرد تطبيق قواعد مربع التقابل مثلا في حالة قضية كلية موجبة A كاف ميم من الممكن أن نستدل بشكل مباشر أن قضية جزئية سالبة أو ج س لابد أن تكون خاطئة والقضية الجزئية الموجبة ج م لابد أن تكون صحيحة وهكذا أي إن بداية بحقيقة أو خطأ أي من القضايا الحملية في صورتها القياسية حقيقة أو خطأ بعض أو كل الصور الأخرى من الممكن أن يستدل عليه بشكل مباشر أو غير مباشر مثلا قضية كلية موجبة A إيه كاف ميم حقيقية تدل على أن القضية الكلية السالبة إي ك س المقابلة لها لابد أن تكون خطأ وقضية جزئية موجبة I ج م صحيحة لابد أن تدل على خطأ القضية الجزئية السالبة المقابلة لها أو ج س انظر الجدول المرافق صور أخرى للاستدلال المباشر Further immediate inference التقابل ليس الصورة الوحيدة التي يمكن من خلالها الاستدلال على حقيقة القضايا الحملية بشكل مباشر من قضية أخرى، لكن هناك خواص أخرى تقع تحت نظرية الاستدلال المباشر. تأمل القضية التالية: لا توجد كلاب قطط. القضية ببساطة تدعي أن لا يوجد أي تقاطع بين فئة الكلاب وفئة القطط. أي أن فئة الكلاب منفصلة ومستقلة تماما عن فئة القطط. الآن تأمل هذه القضية. لا توجد قطط كلاب. هذه القضية تصنع نفس الإدعاء وبالتالي الجملتين لهم نفس المعنى ونفس قيمة الحقيقة. الآن تأمل هذه الجملة. بعض الكلاب ليست مهجنة. هذه الجملة تدعي أن هناك على الأقل كلب واحد يقع خارج فئة الكلاب المهجنة أي إنه أصيل المنشأ. وجملة بعض الكلاب أصيلة المنشأ تدعي نفس الحقيقة لكن بصورة أخرى. إذن نفس الفكرة قضيتين لهم نفس المعنى وقيمة الحقيقة. هناك عمليات استدلالية من الممكن أن نجربها على القضايا قد تقود أو لا تقود إلى قضية أخرى لها نفس المعنى وقيمة الحقيقة للقضية الأصلية. أولا العكس المستوي Conversion هي ابسط تلك العمليات وهو عمليه نقوم فيها بعكس فئه الموضوع مع فئه المحمول مثلا لا يوجد رجال ملائكه نحولها الى لا يوجد ملائكه رجال هذه القضايا من الممكن ان يستدل على صلاحيتها من بعضها البعض مثلا في جمله لا توجد كلاب من البرمائيات لو طبقنا عليها عمليه العكس المستوي تصبح لا توجد بر من الكلاب. الجملة الناتجة يطلق عليها عكس، كونفيرس، للقضية الأولى. عند تطبيق العكس المستوي على الصور الأربعة النموذجية للقضايا الحملية، نحصل على الآتي: واحد، كل سين هو صاد، عكسها هو، كل صاد هو سين. اثنين، لا توجد سين هي صاد، عكسها هو، لا توجد صاد هي سين. ثلاثة، بعض سين هو صاد، عكسها هو، بعد صاد هو سين أربعة بعد سين ليس صاد عكسها هو بعد صاد ليس سين انظر الشكل المرافق لو تأملت الشكل المرافق لمخطط فين في حالة الكلية السالبة E كاف س ستلاحظ أن المخطط متطابق مع حالة العكس المستوي من الأصل منطقة التقاطع مظللة بين الدائرتين أي أن الجملة وعكسها متطابقتين منطقياً logically equivalent أي إن لهم نفس المعنى ونفس قيمة الحقيقة وبنفس الصورة ستجد مخططات فين في قضايا الجزئية الموجبة I ج م متطابقة علامة اكس في منطقة التقاطع بين الدائرتين أي إن الجملتين متطابقتين منطقيا من حيث المعنى وقيمة الحقيقة إذن تطبيق عملية العكس المستوي على قضية كلية سالبة كاف أو جزئية موجبة ج م دائما ما سينتج جملة لها نفس قيمة الحقيقة أو مكافأة منطقيا. لكن على النقيض مخططات فن لقضايا الكلية الموجبة ا ك م واضح جدا إنه غير متطابق مع مخطط القضية الناتجة من العكس المستوي. وكذلك مخطط فن لقضايا الجزئية السالبة او ج س غير متطابق مع مخطط القضية الناتجة من عملية العكس المستوي. أي إن قضية الكلية الموجبة وعكسها غير مرتبطتين منطقيا بقيمة الحقيقة. وكذلك قضية الجزئية السالبة وعكسها. بصورة أبسط، عكس قضايا A أو O سينتج قضايا جديدة تماما. قيمة حقيقتها غير محددة من خلال علاقتها بالقضايا الأساسية التي تم العكس منها. هذه القضايا الناتجه عند التحويل لها قيمه حقيقه طبعا لكن المنطق وحده غير كافي للتعرف على تلك القيمه هذه الفكره هامه جدا ان كانت قضايا الكليه السالبه E كاف سين وقضايا الجزئيه الموجبه اي جيم ميم عكسها ينطق قضايا حقيقتها مؤكده منطقيا بشكل ضروري اذا من الممكن بناء استدلالات مباشره على تلك القضايا مثلا لا يوجد س هو ص اذا لا يوجد ص هو س او بعض س هو ص اذا بعض ص هو س وبما ان النتيجه لهذه الاستدلالات حقيقيه ضروريا اي ان قيمه حقيقتها مطابقه للمقدمه اذا لو كانت المقدمات صحيحه لابد ان تكون النتائج صحيحه لكن على الجانب الاخر هذا النوع من الاستدلال خاطئ في حاله قضايا الكليه الموجبه اي كاف ميم وقضايا الجزئية السالبة أو جيم س مثلا كل س هو صاد اذا كل صاد هو سين او بعض سين ليس صاد اذا بعض صاد ليس سين هذه الاستدلالات يقال انها ارتكبت مغالطة العكس الغير مشروع Illicit Conversion لان قيمة الحقيقة للنتيجة ليست ضرورية منطقية وبالتالي لا يمكن الاستدلال عليها بشكل مباشر. على سبيل المثال: كل القطط من الحيوانات. إذا كل الحيوانات من القطط. أو بعض الحيوانات ليست كلاب. إذا بعض الكلاب ليست حيوانات. أرجو أن يكون من الواضح بالنسبة لك لماذا هذه الجدليات الخاطئة ارتكبت مغالطة العكس الغير مشروع. الاستدلال بنقد المحمول، التغير. Obversion. قبل ما اطرح عليك النوع الثاني من عمليات الاستدلال المباشر هناك فكره منطقيه رياضيه مهمه جدا حول الفئات تعرف بالفئه المكمله Complementary Class الفئه كما راينا هي مجموعه من العناصر او الاشياء التي تشترك في مجموعه من الخواص المشتركه المحدده ارجع لحلقه المعنى والمنطق هذه الخواص المشتركه يطلق عليها السمات المميزة للفئة class defining characteristics مثلا فئة البشر هي مجموعة كل العناصر التي تشترك سمات مميزة للبشر كل فئة لها فئة أخرى مكملة تعرف بالفئة المكملة complementary وهي مجموعة كل العناصر أو الأشياء التي لا تنتمي للفئة الأصلية أي إن الفئة المكملة لفئة البشر هي مجموعة العناصر التي ليست من البشر. السمات المميزة للفئة المكملة هي نفي الصفات المميزة للفئة الأصلية. أي إن الفئة المكملة للبشر هي العناصر التي تشترك في نفي الصفات البشرية. الحيوانات، السيارات، الجبال، الفواكه إلى آخره. لكن ليست فئة الأطباء، لأن الأطباء من البشر. في المنطق عادة ما يضاف معامل نفي أمام رمز الفئة. للإشارة لإنها فئة مكملة. مثلا الفئة سين مكملها هو ليس سين أو غير سين. العلاقة بين الفئة والفئة المكملة من الممكن تمثيلها بمخططات فان في صورة دائرة للفئة وكل شيء خارج الدائرة هو مكمل الفئة. انظر الشكل المرافق. هذه المقدمة مهمة لفهم النوع الثاني من عمليات الاستدلال المباشر وهو نقد المحمول أو التغير Obversion وهو نوع من الاستدلال المباشر من السهل فهمه بمجرد فهم فكرة المكملات عملية التغير أكثر تعقيدا من عملية العكس المستوي وتتم في خطوتين واحد نقوم بتغيير معامل الكيف quality لفئة الموضوع دون تغيير معامل الكم quantity مثلا لا يوجد سين هو صاد تصبح كل سين هو صاد أو بعض س هو صاد تصبح بعض س ليس صاد اثنين نستبدل فئة الاسناد او المحمول بالفئة المكملة لها على سبيل المثال كل الاحصنة من الحيوانات بتطبيق عملية التغير على القضية السابقة ننتج هذه القضية لا توجد احصنة من غير الحيوانات اي لا توجد احصنة ليست من فئة الحيوانات او بعض الأشجار من الصنوبر بتطبيق عملية التغير تصبح بعض الأشجار ليست من غير الصنوبر. القضية الناتجة تكافئ القضية الأصلية ولكنها أصبحت في صورة نفي مزدوج صورته لا غير والقاعدة المنطقية الرياضية البسيطة هي نفي النفي إثبات أي أن عملية الاستدلالية المنطقية قادتنا مرة أخرى إلى قضيتنا الأصلية. صور القضايا الحملية الأربعة تتغير كالآتي واحد قضية كلية موجبة كاف ميم كل سين هو صاد تتغير إلى قضية كلية سالبة كاف سين لا يوجد سين هو غير صاد مثلا كل المواطنين من الناخبين تتغير إلى لا يوجد مواطنين من غير الناخبين هاتين القضيتين متكافئتين منطقيا ويمكن اشتقاقهم من بعضهم البعض الخطوات بسيطة، غيرنا معامل الكيف من إيجاب لسلب، واستبدلنا فئة المحمول، اللي هي فئة الناخبين، بالفئة المكملة، اللي هي فئة غير الناخبين، ثم عكسنا موضع الفئتين. إتنين: قضية كلية سالبة، كاف سين، لا يوجد سين هو صاد، تتغير إلى كلية موجبة، كاف ميم، كل سين هو غير صاد. مثلاً: لا يوجد أطفال متزوجين. تتغير إلى كل الأطفال غير متزوجين 3- قضية جزئية موجبة جيم ميم. بعض س هو ص تتغير إلى جزئية سالبة جيم س بعض س هو ليس غير ص مثلا بعض المعادن من ناقلات الحرارة تتغير إلى بعض المعادن ليست من غير ناقلات الحرارة أربعة قضية جزئية سالبة جيم س بعض س هو ليس صاد تتغير إلى جزئية موجبة ج م بعد س هو غير صاد مثلا بعض الدول ليست محاربة تتغير إلى بعض الدول هي من غير غير المحاربين لو تأملت الشكل المرافق لمخططات فين ستجد أن كل زوج من القضايا وتغيرها المخطط متطابق تماما أي أن كل القضايا الأربعة متطابقة منطقيا مع القضايا الناتجة عند تطبيق عملية التغير عليها أي أن لها نفس المعنى ونفس قيمة الحقيقة لو قمت بتغيير قضية كلية موجبة A كاف ميم وكانت لها قيمة حقيقة صواب إذن الجملة الناتجة أيضا لابد أن يكون لها نفس قيمة الحقيقة أي أنها أيضا صواب وهكذا وأكيد ستكون قادر على تصور عملية تغير المتغير، أي إن لو هناك قضية هي تغير قضية أصلية، وقمت بتطبيق التغير مرة أخرى عليها، القضية الناتجة ستصبح الجملة الأصلية مرة أخرى، أو نفي النفي إثبات. مثلاً، تغير جملة كل الأحصنة من الحيوانات هي لا توجد أحصنة من غير الحيوانات. لو حاولت تطبيق التغير مرة أخرى على الجملة الناتجة أولا سنغير معامل الكيف لفئة الموضوع إذا لا ستستبدل بكل وسنغير فئة المحمول أو الإسناد بمكملتها وفي تلك الحالة مكمل فئة غير الحيوانات هي الحيوانات إذا سنحصل على كل الأحصنة من الحيوانات أي أنك ستحصل على الجملة الأصلية مرة أخرى الاستدلال بالتعارض Contraposition الصورة الأخرى من عمليات الاستدلال المباشر هي التعارض، وتتم على خطوتين: واحد، استبدال فئة الموضوع بفئة المحمول، اثنين، تغيير فئة الموضوع بالفئة المكملة، وفئة المحمول بالفئة المكملة لها، مثلا: كل الحمام من الطيور. لو طبقنا عليها عملية التعارض، نحصل على "كل غير الطيور من غير الحمام" الجملة الناتجة يطلق عليها الجملة المعارضة contrapositive التعارض contraposition يمكن الوصول إليه من خلال نوعي الاستدلال السابقين العكس المستوي conversion والتغير obversion مثلا قضية كلية موجبة A كاف ميم تعارضها سيكون أيضا قضية كلية موجبة A كاف ميم وقضية كلية سالبة O كاف سين تعارضها ايضا سيكون قضيه كليه سالبه او كاف س وهكذا مثلا كل المواطنين ناخبين تعارضها هو كل غير الناخبين هم غير مواطنين هذين القضيتين متكافئتين منطقيا التعارضات صالحه وسليمه منطقيا ويمكن الاستدلال عليها من القضايا الاصليه لو بدانا بكل سين هو ص نعكسها الى لا يوجد سين هو ص ونغيرها إلى لا يوجد غير صاد هو سين الذي من الممكن أن نغيرها إلى كل ما هو ليس صاد ليس سين أي إن تعارض أي قضية تأكيد عام هو تغيير إنعكاس تغير القضية الأصلية obverse of the converse of the obverse عارف إن عمليات الاستدلال أصبحت معقدة ودي الفكرة اللي حاولت الإشارة لها في بداية الحلقة من المنظومه البسيطه للقضايا الحمليه التي بدانا بها صنعنا منظومه كامله لتحليل القضايا وحقيقه جملها والاستدلال من قضيه الى اخرى باستخدام قواعد منطقيه صارمه تكاد تكافئ المعادلات الرياضيه وهذه هي قوه منظومه المنطق الارسطي التي جعلته لبنه اساسيه في علم المنطق لالاف السنين على اي حال ان كنت باحث او دارس لعلم المنطق من المهم أن تكون على دراية بقواعد وقوانين الاستدلال في المنطق الكلاسيكي، لكن بالنسبة للهواة من الكافي أن تدرك أن هناك صور منطقية رياضية للاستدلال على القضايا الحملية بناءً على قضايا حملية أخرى، تشكل منظومة قواعد المنطق الأروستي الكلاسيكي. إذن التعارض أحد صور الاستدلال الصحيح لقضايا الكلية الموجبة كاف ميم وهي أيضا صورة صحيحة في الاستدلال المباشر لو طبقناها على قضايا الجزئية السالبة أو جيم سين بالرغم من أن القضية الناتجة سيكون تركيبها اللغوي غريب إلا أنها صحيحة منطقيا مثلا بعض الطلبة ليسوا مثاليين قضية التعارض المكافأة هي بعض الغير مثاليين ليسوا من غير الطلبة القضية المكافئة للقضية الأولى لكن التعارض استدلال غير صحيح حالة الجزئية الموجبة I ميم مثلا بعض المواطنين هم من غير السياسيين لو حاولنا الاستدلال على التعارض ستكون الصورة كالآتي بعض السياسيين ليسوا من غير المواطنين الجملة الغريبة بكل تأكيد ونفس الاستدلال لا يمكن تطبيقه على قضايا الكلية السالبة E س إذا الصور الأربعة التي يمكن أن يكون عليها الاستدلال بالتعارض 1. قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم، كل سين هو ص، تعارضها هو كل غير صاد هو غير سين. 2. قضايا الكلية السالبة E كاف سين، لا يوجد سين هو صاد. الإستدلال بالتعارض غير صحيح في تلك الحالة. 3. قضايا الجزئية الموجبة I ج ميم، بعض سين هو ص، الإستدلال بالتعارض غير صحيح أيضاً في تلك الحالة. أربعة وأخيرا قضايا الجزئية السالبة ج س بعض س ليس ص الاستدلال بالتعارض هو بعض غير ص هو غير س. انظر الشكل المرافق. لو تأملت مخططات فن الناتجة ستجد أن قضايا الكلية الموجبة A كاف م متطابقة مع تعارضها. وقضايا الجزئية السالبة O ج س أيضا متطابقة مع تعارضها. إذا تعارض الكلية الموجبة والجزئية السالبة لهم نفس قيمة الحقيقة أي لهم نفس المعنى أو متطابقتين منطقيا على العكس من قضايا الكلية السالبة E كاف سين والجزئية الموجبة I جيم م مخططات فين لقضايا التعارض الناتجة لهم غير متشابهة للم... مع المخطط الأصلي إذن قيمة الحقيقة لتعارض تلك القضايا غير محددة منطقياً أي لا يمكن الاستدلال على قيمة حقيقة الجملة المتعارضة بمعرفة قيمة الحقيقة للجملة الأصلية تأمل المثال التالي واحد لا توجد كلاب هي قطط اثنين إذا لا توجد غير قطط هي غير كلاب المقدمة حقيقية حيث لا توجد كلاب في نفس الوقت هي قطط النتيجة لا يمكن التأكد من صحتها منطقيا بمعرفة حقيقة المقدمة لأن المقدمة قضية كلية سالبة إي كاف والنتيجة هي تعارض تلك الجملة التي لا يمكن الاستدلال على حقيقتها بمعرفة حقيقة المقدمة وبالتالي لا بد أن نحلل قضية النتيجة بشكل مستقل كائن غير قطة قد يكون الحمار مثلا وكائن غير كلب قد يكون الحمار أيضا إذا لو استبدلنا الفئتين بالحمار تصبح جملة النتيجة لا يوجد حمار هو حمار. الجملة غير صحة بالقطع. لا يوجد سين هو سين. جملة تخل بأحد قوانين المنطق الثلاثة. إذا تصبح الحجة ككل غير صالحة. عادة عند محاولة الإجابة على أسئلة حول العلاقات بين القضايا نلجأ إلى الاستدلالات المباشرة التي يمكن أن نطبقها على تلك القضايا كي نحصل على صورة صحيحة أخرى لها تساعدنا على الوصول إلى الإجابة. مثلا: كل الجراحين أطباء. هذه القضية حقيقية، كيف من الممكن أن تساعدنا هذه القضية في التأكد من حقيقة قضية أخرى مثلاً لا يوجد غير جراحين ليسوا غير أطباء. بالرغم من غرابة الجملة لغوياً إلا أنها قضية من الممكن أن تطرح منطقياً. الصيغة اللغوية الأسهل قد تكون لا يوجد من هم ليسوا جراحين ليسوا من غير الأطباء. من الممكن أن نستخدم صورة الاستدلال المباشر للتأكد من حقيقة تلك القضية. أولًا، من الممكن أن نصل إلى القضية المعارضة المقابلة: كل غير الأطباء هم غير جراحين. ثانيًا، باستخدام التغير، من الممكن أن نشتق بعض الغير جراحين هم غير أطباء. لكن هذه القضية مناقضة للقضية محل السؤال وهي: لا يوجد غير جراحين ليسوا غير أطباء. وبالتالي تصبح الجملة غير صحيحة، لأننا اشتققنا قضية صحيحة من القضية الأصلية الصحيحة مناقضة للقضية محل السؤال. إذا تصبح القضية محل السؤال غير صحيحة. المضمون الوجودي existational import الهدف الأساسي من رحلة بحثنا في القضايا الحملية هو الوصول إلى الدور الذي تلعبه الفرضيات داخل الحجج. قضايا الكلية الموجبة A كاف ميم وفرضيات الكلية السالبة E كاف من الممكن تفسيرها بطريقتين مختلفتين وطبقا لأحد هذين التفسيرين الحجة صالحة وسليمة valid لكن طبقا للتفسير الآخر الحجة قد تكون خاطئة. لذلك قبل تقييم الحجج لابد أن نناقش التفسيرين الممكنين للفرضيات الحملية الكلية Universal Propositions في بحثنا سنركز على مفهوم المضمون الوجودي Existational Import تأمل المثالين الآتي: كل أفلام الممثل أحمد زكي ناجحة، جميع التنانين كائنات مجنحة تبخ النيران. بأي محادثة عادية بين فردين حول القضية الأولى، يمكن أن نستنتج أن الممثل أحمد زكي له أفلام، أي إن الجملة ذات مضمون وجودي، أي إنها تدل أو تفترض ضمنياً وجود شيء ما أو كائن ما. لكن على الجانب الآخر القضية الثانية قد تكون صحيحه اي ان كل التنانين مجنحه وتبخ النيران حسب تعريف كائن التنين الاسطوري لكن في نهايه الامر الكائن مازال اسطوري اي ان ليس له وجود في الواقع وبالتالي يظهر تساؤل مهم هل يجب تفسير الفرضيات الحمليه الكليه على انها تضع فرضيات حول كائنات ذات وجود فعلا في الواقع ام ان نطاق تفسيرها يجب ان يمتد لأوسع من هذا أي إن لا يجب أن يكون لها مدلول بالضرورة في عالم الواقع في الحقيقة التعامل مع هذا التساؤل المنطقيين اتخذوا اتجاهين مختلفين الأب الروحي للمنطق الكلاسيكي أرسطو اعتقد وادعى أن الفرضيات الكلية حول الكائنات والأشياء لابد أن يكون لها مضمون وجودي أي أنها لابد أن تدل على أشياء أو كائنات ذات وجود فعلا في الواقع مثلا كل أشجار الصنوبر من القبقب، هذه الفرضية تضمن وجود كائن أشجار الصنوبر. لكن جميع الأشباح كائنات خفية لا تضمن وجود الأشباح، لأن في أفضل صور معرفتنا الموضوعية عن العالم والواقع لا توجد كائنات يطلق عليها الأشباح. على الأقل لا يمكن إثبات هذا من خلال أدلة موضوعية. الرؤية الثانية طورها عالم المنطق الإنجليزي جورج بولي في القرن التاسع عشر وأكملها من بعده عالم المنطق والرياضيات الإنجليزي جون فان ومضمونها ببساطة كما توقع هو إن لا توجد فرضيات كلية ذات مضمون وجودي هذه الجمل الادعاءات أو الفرضيات لا تدل أو تدعي أي شيء عن وجود الأشياء أو الكائنات التي تتحدث عنها مثلا كل شاحنات النقل من السيارات لا تدل على وجود شاحنات نقل او كل المزؤوبين وحوش دمويه ايضا لا تدل على وجود كائنات المزؤوبين اذن من الممكن ان نلخص الرؤيه الارسطوطاليه في انها رؤيه مفتوحه على الوجود عندما تتحدث الفرضيات عن اشياء تلك الفرضيات تحمل مضمون وجودي لهذه الاشياء في حاله وجود تلك الاشياء فعلا في الواقع اي ان الوجود يعد شيء يستدل عليه من خلال الفرضيه على الجانب الآخر، الرؤية البولينية بولين رؤية مغلقة على الوجود، أي إنها لا تستنتج أو تدل فعلاً على وجود الأشياء من الفرضيات الكلية، حتى وإن كانت فعلاً هذه الكائنات موجودة في الواقع. على النقيض، عندما لا توجد الأشياء أو الكائنات فعلاً في الواقع، لا الرؤية الأرسطوطالية ولا الرؤية البولينية تعترف بوجود الكائنات في الواقع. والا تصبح الفرضيات غير منطقيه. وفي تلك الحاله يقال ان الرؤيه الارسطوطاليه اتفقت مع الرؤيه البولينيه. الرؤيه الارسطوطاليه تختلف مع الرؤيه البولينيه فقط في الفرضيات الكليه الموجبه والسالبه، لكنها تتفق مع الرؤيه البولينيه في الفرضيات الجزئيه الموجبه والسالبه. كليهما يؤكد ان الفرضيات تقدم دليل او تاكيد على وجود ما. مثلا، بعض القطط من الحيوانات تؤكد على وجود على الأقل قطة واحدة من الحيوانات، وهذا التفسير مقبول تحت كل من الرؤية الأرسطوطالية والبولينية، وأيضا في مثال بعض الأسماك ليست من الثدييات تؤكد على أن هناك على الأقل سمكة واحدة موجودة ليست من الثدييات، أي أن تحت كل من التفسير الأرسطوطالي والبوليني كلمة بعض تتضمن مفهوم وجودي، هذا الفرق يؤدي الى فهم الحقيقه المثبته من خلال الفرضيه بصوره مختلفه اي انك لو اعتنقت الرؤيه الارسطوطاليه لتفسير الفرضيات الحمليه الكليه لابد وان تقبل حقيقه تلك الجمل بمضمونها الوجودي كجزء من دليل الحجه على العكس لو اعتنقت الرؤيه البولينيه ستقبل حقيقه الفرضيه وتتجاهل المضمون الوجودي لها أي إنك غير ملزم بالاعتقاد في وجود كائن التنين في الواقع بالرغم من قبول فرضية إن كل التنانين كائنات مجنحة ولأن الرؤية البولينية مغلقة تجاه الواقع فهي أبسط من الرؤية الأرسطوطالية التي تفترض تبعات وجودية للكائنات المدعاة في الفرضيات مربع التقابل الحديث Modern Square of Opposition العلاقة بين أزواج القضايا المتقابلة بشكل تبادلي التي ناقشناها منذ قليل ومثلناها في المخطط المهم جدا في المنطق الكلاسيكي المعروف بمربع التقابل الحديث Modern Square of Opposition منظر الشكل المرافق هذا المخطط قائم على الصورة الكلاسيكية منه المعروفة بمربع أرسطو لكنه يعتنق المنطق البوليني وتفسيره للقضايا الحملية من حيث المفهوم الوجودي أهمية هذا المخطط إنه يساعدنا على الاستدلال على حقيقة قضية حملية من خلال قضية أخرى. لو القضيتين بينهما علاقة تناقض "Contradictory Relation" كما في قضايا الكلية الموجبة كاف م A وقضايا الجزئية السالبة ج س او في حالة قضايا الكلية السالبة كاف سين E وقضايا الجزئية الموجبة ج م I إذن لو هناك قضية كليّة موجبة صحيحة، لابد أن قضية الجزئية السالبة المقابلة لها لابد أن تكون خاطئة. وبنفس الصورة، قضية كليّة سالبة صحيحة، لابد أن قضية الجزئية الموجبة المقابلة لها تكون خاطئة. لكننا لا نستطيع أن نستدل على حقيقة قضية الكلية السالبة المقابلة لقضية الكلية الموجبة، مثلاً. لإن قيمة الحقيقة غير محددة منطقيًا من خلال العلاقات بين تلك القضايا في مربع التقابل Logically Undetermined Truth Value أي ببساطة هذه القضيتين غير متقابلتين إذن لا يمكن الإستدلال على حقيقة واحدة منهم بمعرفة حقيقة الأخرى ونفس الفكرة يمكن تطبيقها على العلاقة بين قضايا الكلية السالبة كاف سين إي e وقضايا الجزئية السالبة ج سين أو وهكذا انظر مخطط مربع التقابل للتعرف على, على باقي العلاقات الغير محددة منطقيا ودلوقتي سأطرح عليك فكرة غالبا ستكون واحدة من أغرب الأفكار التي سمعتها من قبل تخيل أن أمامنا أربع قضايا حملية حول كائن ليس له وجود في الواقع مثلا كائن الحصان المجنح في حالة قضية كلية موجبة A كاف ميم نحاول إثبات أن كل الأحصنة المجنحة تنتمي لفئة إسناد أخرى. ستكون قضية صحيحة، لأن لا يوجد أي حصان مجنح في الواقع، وبالتالي فعلاً كل الأحصنة المجنحة التي هي صفر في تلك الحالة، تنتمي لفئة الإسناد. الأمر الصحيح، لأن العدد صفر ينتمي لكل الفئات. ونفس الفكرة تنطبق على قضية الكلية السالبة كاف سين اي، أيضاً ستكون صحيحة. لأن لا يوجد أي أحصنة مجنحة. وبالتالي من الصحيح الإدعاء أن لا يوجد أي حصان مجنح جزء من أي فئة إسناد. هذه القضايا يطلق عليها في المنطق الكلاسيكي صحيحة بشكل خاطئ. vacuously true. نعم صحيحة بشكل خاطئ. مصطلح غريب لو بتسمعه للمرة الأولى. هذا لأن قيمة الحقيقة للقضايا نتجت فقط بسبب إن فئة الموضوع الأحصنة المجنحة ليس لها وجود أي أنها فئة فارغة لا يوجد بها أي عناصر. ده بالإضافة لأن قيمة الحقيقة لتلك القضايا لا تتعارض مع العلاقات الغير محددة منطقيًا في مربع التقابل بين القضية A و e. ليس بسبب العلاقة بينهم لكن ببساطة لأن فئة الموضوع فارغة. وبنفس الصورة خطأ حقيقة القضايا الجزئية في حالة الإيجاب I والسلب O يقال أنها خاطئة بشكل باطل vacuously false إذا أهمية مخطط مربع التقابل إنه يقدم نتائج ضرورية منطقيا أي إن لا يوجد مفر من صحتها وبالتالي من الممكن أن نستخدمها للتأكد من صلاحية الحجج نبدأ بافتراض أن مقدمة الحجة حقيقية ونضع قيمه حقيقه المقدمه داخل مخطط التعارض باستخدام المخطط نستدل على قيمه الحقيقه لباقي الفرضيات المقابله ومن خلال تلك الحقائق نستنتج قيمه الحقيقه لنتيجه الحجه لو ظهر ان نتيجه الحجه حقيقيه اذن الحجه صالحه وسليمه مثلا بعض الجواسيس غير محترفين في القتل لذا من الخطا ان كل الجواسيس محترفين في القتل حجة من هذا النوع يطلق عليها حجة استدلال مباشر immediate inference لأن بها مقدمة واحدة فقط بدل من الانتقال من مقدمة أولى إلى مقدمة وسيطة ثم إلى نتيجة نستدل مباشرة على حقيقة النتيجة من المقدمة كي نختبر صلاحية تلك الحجة سنبدأ بافتراض أن المقدمة حقيقية المقدمة هي قضية جزئية سالبة ج س أو ثم نضع قيمة الحقيقة لها في مربع التقابل ومنه نستدل على قيمة الحقيقة للقضية الحملية المقابلة في تلك الحالة هي قضية الكلية الموجبة كاف ميم A المقابلة لها من خلال علاقة التناقض قضية الكلية الموجبة لابد أن تكون خاطئة في حالة صحة الجزئية السالب نتيجة الحجة تقر بأن من الخطأ أن كل الجواسيس محترفين في القتل أي إنها تقر بأن التأكيد الكلي خاطئ. إذن النتيجة صحيحة وبالتالي الحجة صالحة فاليد. الحجج الصالحة من وجهة النظر البولينية يقال أنها غير مشروطة الصلاحية unconditionally valid لأنها صالحة سواء كانت المصطلحات المستخدمة فيها تشير إلى كائنات لها وجود في الواقع أم لا. مثال آخر: من الخطأ أن كل الحيوانات كلاب. إذن لا توجد حيوانات من الكلاب. سنبدأ بافتراض أن المقدمة حقيقية، بما أن المقدمة تدعي أن قضية كلية موجبة كاف ميم A خاطئة، لأنها تقر بأن من الخطأ أن كل الحيوانات كلاب، سنضع في مربع التقابل خطأ في مكان قضية كاف ميم A، ثم نحاول الاستدلال على قيمة قضية الكلية السالبة كاف سين E لأنها هي القضية الحملية في النتيجة، لا يوجد حيوانات من الكلاب. لكن لو تأملت المخطط، لا توجد علاقة تربط الكلية الموجبة والكلية السالبة. إذاً، قيمة الحقيقة للكلية السالبة كاف غير محددة. إذاً، قيمة الحقيقة لنتيجة الحجة غير محددة. وبالتالي تصبح الحجة غير صالحة. invalid. مثال آخر: كل التليفونات الذكية أجهزة لاسلكية. لذا بعض التليفونات الذكية أجهزة لاسلكية. من الممكن أن نستدل على صلاحية تلك الحجة باستخدام مخططات فان. المقدمة تتكون على صور دائرتين متقاطعتين فيها المنطقة اليسرى من دائرة التليفونات الذكية مخططة أي إنها فارغة. أي لا يوجد أي تليفونات ذكية ليست لاسلكية. ومخطط النتيجة سيكون على صور الدائرتين متقاطعتين والمنطقة اليمنى من دائرة التليفونات الذكية منطقة التقاطع بها علامة X أي أن هناك على الأقل عنصر واحد في تلك المنطقة أي أن بعض التليفونات الذكية لا سلكية انظر الشكل المرافق هذين المخططين على النقيض من بعضهما البعض أي لا يمكن أن يكونا صحيحين في نفس الوقت إذا الاستدلال من المقدمة على النتيجة غير صحيح أي أن الحجة غير صالحة ويمكن أيضاً التأكد من صحة هذه النتيجة باستخدام مخطط ساحة التعارض. الحجج من هذا النوع يقال أنها ارتكبت المغالطة الوجودية Existational Fallacy. المغالطة الوجودية Existational Fallacy المغالطة الوجودية تحدث عندما تكون الحجة خاطئة لأن المقدمة تفتقد للمضمون الوجودي Existational Import. الحجج من هذا النوع عاده ما تكون مقدمتها قضايا كليه ونتائجها قضايا جزئيه المغالطه تحدث لاننا نحاول ان نستدل على نتيجه ذات مضمون وجودي اي لها تبعات وجوديه في حين ان لا يوجد في الواقع من مقدمه تفتقد لهذا المضمون في الحقيقه التعرف على المخالطات الوجوديه سهل جدا لو استخدمت مخططات فين لو ظهر في المخطط جزء من الدائره مظلل في المقدمه لكن الجزء المعاكس له من نفس الدائرة به علامة إكس في مخطط النتيجة، إذا الحجة ارتكبت المغالطة الوجودية. مثلاً هذه بعض الصور التي من الممكن أن تحدث بها المغالطة: كل س هو ص، إذاً بعض س هو ص. أو: من الخطأ أن بعض س هو ص، إذاً من الخطأ أن لا يوجد س هو ص. أو: لا يوجد س هو ص، إذاً من الخطأ أن كل س هو ص. أو من الخطأ إن بعض سين هو صاد إذا بعض سين هو صاد إلى آخره لو لاحظت في كل تلك الأمثلة الحجة تنتقل من قضية كلية لا تحتوي على مضمون وجودي أي لا تثبت أي شيء عن حقيقة وجود الكائنات في الواقع طبقا للتفسير البوليني إلى قضية جزئية في النتيجة ذات مضمون وجودي أي تثبت وجود الكائن في الواقع طبقا للتفسير البوليني لكن من المهم أن تلاحظ أن ليست كل حجة تحتوي على قضية كلية وقضية جزئية ترتكب المغالطة الوجودية مثلا كل سين هو صاد إذا بعض سين ليس صاد هذه الحجة غير صالحة لأن النتيجة تناقض المقدمة لكنها لم ترتكب المغالطة الوجودية إذا كي تعرف إن كانت الحجة ارتكبت المغالطة لابد من التأكد أن سبب عدم صلاحية الحجة نشأ عن فقدان المضمون الوجودي في المقدمة والاستدلال عليه في النتيجة الأمر الذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال مخططات فان جوهر منطق أرسطو Logic Foundation جوهر المنطق الكلاسيكي أو منطق أرسطو هو أنواع القضايا الأربعة التي بنى عليها أرسطو منظومته المنطقية القضايا الكلية الموجبة كاف ميم أي القضايا الكلية السالبة كاف سين إي القضايا الجزئية الموجبة جيم ميم آي القضايا الجزئية السالبة جيم سين أو هذه هي القضايا الأربعة التي بنى عليها أرسطو كل القواعد المنطقية التي تعرضنا لها لو لاحظت في تلك القضايا معامل الكيف والكم دائما يشير إلى فئة الموضوع لكن الجمل والقضايا قد تحتوي على مزيج من تلك المعاملات المختلفة لكل من فئة الموضوع وفئة المحمول لكن أرسطو تجنب هذا النوع من الجمل عند بناء منظومته المنطقية عن قصد مثلا جملة على صيغة كل النقاد أثنوا على بعض أفلام أحمد زكي أو بعض النقاد أثنوا على كل أفلام أحمد زكي جمل امتزج فيها صورتي معامل الكم الكلي والجزئي وهناك صور أكثر تعقيدا خصوصا إن امتزج فيها صورتي معامل الكيف أيضا بالإيجاب والسلب لكل من فئة الموضوع والإسناد. تأمل مثلا هذه القضايا: لم يستمتع كل النقاد بكل أفلام أحمد زكي. أو: بعض النقاد لم يستمتعوا بكل أفلام أحمد زكي. أو: بعض النقاد لم يستمتعوا ببعض أفلام أحمد زكي. وأخيراً: كل النقاد لم يستمتعوا بكل أفلام أحمد زكي. بتوزيع معامل الكم والكيف على كل من فئة الموضوع وفئة المحمول نحصل على صور جديدة من القضايا الحملية بعضها أكثر تعقيدا من الآخر وبعضها يؤكد نفس الفكرة لكن بصورة مختلفة سنة 1846 الفيلسوف والمنطقي الأسكتلندي ويليام هاملتون من أدنبرا في مقال بعنوان تحليل جديد للشكل المنطقي New Analytic of Logical Form اقترح ثمان صور للقضايا الحملية هذه الصور كانت كالآتي واحد كل سين هو كل صاد اثنين كل سين هو بعض صاد ثلاثة بعض سين هو كل صاد أربعة بعض سين هو ص خمسة أي سين هو ليس أي من صاد ستة أي سين ليس بعض ص سبعة بعض سين ليس أي من صاد ثمانية بعض س هو ليس أي من ص بالرغم أن للوهلة الأولى هذه المنظومة تبدو أكثر اكتمالا من منظومة أرسطو لأنها تغطي عدد أكبر من القضايا الحملية وتستخدم توزيعات أكثر لكل من معامل الكم والكيف بين فئة الموضوع والإسناد إلا أن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بمنظومة هاملتون المنطقية وهذه الورقة البحثية قادت إلى الخلاف الشهير بينه وبين الرياضي الإنجليزي أغسطس دي مورجن أحد نقاط هذا الخلاف كانت حول تعريف هاملتون لمصطلح بعض الذي رأى أن بعض تعني فقط بعض وليس واحد على الأقل كما اعتقد أرسطو لكن هل بعض يعني بعض على الأكثر؟ أم بعض على الأقل؟ أم البعض وليس البقية؟ إلى آخره دي مورجان أصر على إن تعريف هاملتون لبعض ملتبس وغامض، وجادل في كتابه عن القياس On the Syllogism كالآتي: هنا بعض كمية غامضة تماما باتجاه واحد، إنها ليست لا شيء، ولا واحد على الأقل، أو أكثر، أو الكل. بعض في الاستخدام اليومي غالبا ما تعني كل من ليس لا شيء وأيضا ليس كل شيء. لكن في المنطق تعني فقط ليس لا شيء. الفيلسوف والمنطقي الأمريكي تشارلز ساندر بيرس اتفق مع دي وجادل أن "بعض" يجب أن تعني أكثر من لا شيء. وفي الحقيقة محاولة هاملتون لتطوير المنطق الأرسطي لم يحالفها الحظ، وفشلت تماما. تفاصيل منظومة هاملتون المنطقية والخلاف الذي دار حولها تبقى قصه قاصره على المتخصصين والباحثين لكن اهميتها تكمن في اظهار سر قوه منظومه منطق ارسطو الكلاسيكيه وهي البساطه التي مكنتها تقريبا ان تبقى دون اي تعديلات جوهريه لاكثر من الفين عام راسخه فقط باستخدام اربع انواع من القضايا ارسطو بنى منظومه كامله للحج المنطقيه من الممكن ان نعتمد عليها كي نصل الى حقيقه الحجه والتي اصبحت تعرف فيما بعد بمنطق القياس سيلوجيزمز الذي دائما ما يقود الى نتيجه سليمه لكنه ايضا يستخدم للكشف عن الحجج الغير صالحه ودلوقتي تامل الصور الاربعه لقضايا المنطق الكلاسيكي ما هو يا ترى سر قوه وبقاء المنظومه لالاف السنين هل هي البساطه ام الاتساق وان كانت الحجه سليمه هل يعني هذا ان لها مضمون وجودي وان لم يكن للحجج مضمون وجودي ما هي طبيعه الحقيقه الناتجه عن الحجه فكر تاني في الحلقه الجايه سنعود في الزمن لاكثر من الفين عام كي نكمل رحله بحثنا في اعماق المنطق الكلاسيكي عن اشكال القياس القياسيه طبيعه الحجج القياسيه قواعد القياس والاستدلال التراكمي هنتفلسف المره الجايه من دلوقتي الحلقه الجايه عيش الحياه بفلسفه